جزال، كما ذكرتي صباح هذا اليوم قبل ساعة تقريبا من الآن حصل هذا الاستهداف في بلدة عيترون، عندما استهدفت مسيرة دراجة نارية يستقلها شخصان، قتل أحدهما وجرح الآخر. عادة هذه الاستهدافات يكون القتلى فيها هم عناصر من حزب الله، ولكن حتى الآن حزب الله لم يصدر أي نعي رسمي. عيترون هي من القرى الحدودية على الخط الأول التي تعرضت مرارا لقصف دائم وغارات دائمة خلال الحرب الدائرة في جنوب لبنان. كان هناك استهدافات لعدد كبير من المنازل فيها، واليوم نرى أيضا بأنه الاستهدافات انتقلت إلى الدراجات النارية في عدد من القرى الحدودية الأمامية كنهج جديد تستخدمه إسرائيل لملاحقة عناصر حزب الله. طبعا هذا صباحا كان هناك أيضا قصف مدفعي على عيت الشعب صباح هذا اليوم، ولكن فجر الجنوب كان فجر ساخن بالغارات التي طالت أيضا كان هناك أكثر من 5 غارات ربما. صحيح، بينها كان على قرى داخلية في قضاء النبطي وصور على بلدات عتشيت ووادي جيلو. في عتشيت كان هناك استهداف لمنزل، وفي وادي جيلو كان هناك استهداف لمبنى تجاري دمر بالكامل في وادي جيلو، وكان هناك امتداد للحرائق والنيران إلى مبنى مجاور. حتى صباح هذا اليوم كانت فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد النيران. لم يعلن هناك عن القتلى في هذه الاستهدافات، رغم أن هذه القرى لم ينزح أهاليها، ولكن كان هناك إعلان عن 4 جرحى في هذه الغارات التي حدثت فجر هذا اليوم. في تصاعد مستمر في المعارك الدائرة بين حزب الله وإسرائيل، هي تصاعدت منذ الشهر الماضي. الحديث هناك أن العمليات تضاعفت خلال هذا الشهر، واستمر هذا التصاعد حتى الأسبوع الأول من شهر حزيران يونيو. نعم، بمعنى أن رقعة الاستهدافات الإسرائيلية في ازدياد على يعني قرى ومناطق مختلفة من جنوب لبنان. نشكر لك كل هذه المعلومات التي تفضلت بها، نعود إليك تباعا إذا كان هناك أي معلومات عن هوية القتيل. شكرا لك غنوة، رفقتنا من بيروت.